مؤسسة تصليح البواخر وحدة وهران أنتجت 4 قوارب رسو لفائدة مؤسسة ميناء سكيكدا. السفن المصنوعة بأياد جزائرية بنسبة إدماج قدرت ب 80%، من شأنها أن تقلص فاتورة الاستيراد وتفتح أفاقا جديدة في مجال الاستثمار في صناعة السفن البحرية. صرنا ميناء وهران لثلاثة أشياء: أولا لإعطاء إشارة الانطلاق لاستغلال هذه الزوارق أو هذه البواخر للرسو، وهو منتوج جزائري به المساهمة أو الاندماج يتجاوز أكثر من 60%، نقتنوه من الخارج وبأسعار مرتفعة. الآن أنتجناه بأسعار منخفضة وخففنا من هذه الفاتورة تاع الاستيراد. وعلى مستوى المنصة المخصصة للتصدير الكلينكر والإسمنت، أعطى وزير النقل إشارة انطلاق عملية شحن وتصدير 30,000 طن من الإسمنت الأبيض نحو المكسيك وغواتيمالا. منصة للحاويات ينتظر تجهيزها، وسوف تلعب دورا كبيرا في سهولة التبادل التجاري، ولا نقول الاستيراد فقط، لأننا النقطة الثانية تخص منصة للتصدير، وهذه المنصة هي في خدمة مصدري الكلينكر، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا الميناء هو ميناء للتصدير وميناء للاستيراد، وسوف يساهم بقدر كبير في الإنعاش الاقتصادي. وزير النقل عيسى بكي قام بتفقد مشروع توسعة ميناء وهران الذي انتهت به الأشغال بنسبة 100%، ولم يبقى إلا التجهيز، مما سيسمح بإضفاء ديناميكية أكبر في حركة البضائع بالولاية.